السلام عليكم، يعطيكم العافية حبايبي طلاب التوجيهي جيل 2006 وجيل 2005. أستاذ أسامة شعبان، خلصنا إحنا مراجعة الوحدة الأولى، شرحناها، حلينا أسئلتها، كثير طلاب استفادوا، خاصة من طلاب 2006 اللي ما كانوا عنا على البطاقة، وأيضا طلاب الدورة التكميلية استفادوا كثير، والتغذية الراجعة اللي وصلتنا بصراحة أنا بالنسبة لي بسطتني كثير وراضي عنها والحمد لله. طيب الآن مكملين إحنا في الوعد تاعنا، بدنا نعمل مراجعة للوحدة الثانية. خلصنا هاي المراجعة وراح تنزل قريبا إن شاء الله يوم الخميس. في هاي المراجعة أنت كطالب توجيهي الآن شو لازم تعمل؟ بدك أول إشي تحمل لي البي دي أف تطبعه، لأنه في شرح وفي أسئلة. تحضر الشرح، بتتابع معي على البي دي أف اللي أنت طبعته، وبتحل الأسئلة وبتشوف أنا كيف بحل قاعد. خلصت أنت الوحدة كاملة، كل درس في عندك في أي مشكلة ضلت اكتب هاي النوت وبعث لي إياها على الواتساب الموجود عندك أيضا على البي دي أف. بعد هيك شو بتستنى؟ خلصنا وحدة أولى، خلصنا وحدة ثانية، ضايل علينا شغلة واحدة، شو هي؟ الامتحان. أي امتحان؟ أعمل لك امتحان للفصل الدراسي الأول كامل، أسئلة إذا أنت مش مركز معي في المراجعة ما رح ينفع أنك تحلها. انتبه لكل كلمة بحكيها أثناء المراجعة وكل كلمة بحكيها أثناء حل الأسئلة. ربي وفقك، ربي قويك، لا تضيع تعبي، لا تضيع تعبك، وربنا ينجحك إن شاء الله ويعطيك العافية. وتد طريقك للنجاح.